صباح الخير واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه، ومنرحب ومنصبح على كل المشاهدين اللي كانوا معنا من بدايه البرنامج، وكل المشاهدين اللي انضموا لنا هلا بفقره عائلتنا، والرجال من كوكب المريخ، النساء من كوكب الزهره. كتاب بالفعل اقنع الملايين بحقيقه واهميه ادراك الاختلافات الموجوده ما بين الرجل والمراه، ليس فقط من الناحيه البيولوجيه وانما ايضا من الناحيه الاجتماعيه والنفسيه والعقليه، وايضا في طريقه القدره على التعبير عن المشاعر والتعامل مع الظروف والمشاكل والتحديات بشكل عام. على العموم تفاصيل معينة عن بعض الاختلافات، لأنه بالتأكيد يعني وقت هذه الفقرة ما رح يسمح أنه نسرد الكثير من الاختلافات، لكن أهمها التي تطفو عادة على السطح واللي بتأدي لوجود بعض المشاكل ما بين الأزواج. كل هالأمور إن شاء الله رح نتعرف عليها من خلال أخصائي الإرشاد النفسي الأستاذ باسل حمد. صباح الخير وأهلا وسهلا. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. يعني وبالفعل هيك موضوع كتير مهم، ولأنه كتير مرات الخلافات اللي بتصير تحديدا في العلاقة الزوجية وما بين الأزواج بيكون سببها بسيط، هو عدم تقبل الاختلاف الموجود بالآخر أو عدم الاقتناع أنه الرجل مختلف عن المرأة. مثل ما حكيت اليوم بالتأكيد ما رح نقدر نطرح كل الاختلافات، رح نركز على بعض التفاصيل، لكن بداية حقيقة هاي الاختلافات وأسبابها، هل هي بيولوجية خالصة لها علاقة بالهرمونات الذكرية والأنثوية، ولا أيضا التنشئة، المجتمعات، العادات، التقاليد بتلعب دور؟ أول إشي يعطيك العافية. هو الكتاب أثرتي موضوع الكتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. طبعا بداية الملاحظة الأساسية أنه الرجال والنساء من الكرة الأرضية، يعني مش إحنا مش جايين من كواكب مختلفة، لكن طبعا سؤال مازال مطروح في الدراسات والأبحاث العلمية، لأي درجة الرجال والنساء بيختلفوا، شو أسباب هاي الاختلافات. هلا ما رح ندخل في الاختلافات البيولوجية والعقلية وإلى آخره، حتى جينيا في كتير اختلافات، طبيعة تركيب عقل المرأة أو مخ المرأة بيختلف عن مخ الرجل، لكن ذلك لا يعني أنه هذا الاختلاف اختلاف يعني جذري. إحنا مش إحنا نفس الفصيلة أو نفس النوع من الكائنات الحية. مثلا بعض الاختلافات في الدماغ، مثلا الرجال دماغهم شوي كتلة الدماغ أكبر من كتلة النساء، وطبعا يتم تبرير الموضوع بأنه الرجال في عندهم كتلة عضلية أكبر، فبالتالي جسمهم بيحتاج لمساحة أكبر للإدارة. ذلك لا يعني أنهم أكثر ذكاء. الملاحظة الثانية اللي لها علاقة في الدماغ اللي بتميز، وهلأ منوصل ليش بإيش بتميزوا الرجال والنساء عن بعض، أنه النساء في عندهم كونكشن بين الجزء الأيسر والجزء الأيمن من الدماغ، في عندهم ارتباطات عصبية، وبالتالي دماغهم لما بيشتغل الجهتين. الرجال بالأغلب الدماغ الأيسر عندهم اللي بيشتغل، اللي هو المنطق واللوجيك وإلى آخره. هلأ أهم منطقتين اكتشفنا في الدراسات أو تم اكتشافها في الدراسات بتميزوا فيها الرجال عن النساء في الاختلاف في القدرات، اللغة والقدرات الحسابية وإدراك المكان. وهاي بس بضرب مثال كثير سريع، النساء طبعا لذلك مشتهرات بالحديث، عندهم قدرة أنهم يحكوا ويتحدثوا بنفس الوقت ويسمعوا أكثر من رأي. بعدين النساء أيضا في اللغة متطور اللغة عندهم بطريقة أنهم بيفهموا لغة الجسد، عكس الرجال بيفهموا تعابير الوجه بطريقة أذكى خلينا نحكي من الرجال. وبالتالي هون الدراسات بتفسر ليش المرأة عاطفيا في نقاش أو في كلام أن المرأة أذكى عاطفيا من الرجل. هلأ أيضا ممكن نحكي فيها أكثر إن شاء الله. بس تعرف على ذكر هذا الموضوع تحديدا، مشان هيك أحيانا مثلا العيال اللي عندها ولد وبنت بيكتشفوا بالفعل البنات عادة يعني بينطلق لسانهم أسرع، يعني الطفلة على عمر السنة عم تحكي بطلاقة، بالمقابل الصبيان بتأخر شوي. صحيح، بالمتوسط البنات في الأعمار المبكرة بيحكوا أبكر من الأطفال الذكور بشهر شهرين أو ثلاث أشهر. أيضا عمر الذكاء تبع البنت مثلا على عمر 8 سنوات في اللغة بيكون أفضل من عمر 12 سنة للأطفال في قدرات ثانية. بنفس الوقت الأطفال الذكور بتميزوا مثلا في القدرات الحسابية وفي القدرات المكانية، عشان هيك دائما الستات الموتور سكيلز أنا بحس ولا لا الموتور، بعض الموتور سكيلز، مع انه مثلا النساء في الموتور سكيلز اللي بنسميها السوفت الخفيفه مثل الكتابه بيطلع خطهم دائما اجمل، أرتب. عندهم الاشياء اللي فيها مثلا حياكه. هلا بشرح شو الاسباب. هلا هذا التمييز بدناش ندخل كثير بانه بايش احنا بنختلف كرجال ونساء، لكن في نظريتين لتفسير اسبابه. النظريه الاولى بتقوم على بنيه
الدماغ وبنية المخ وكيف تقسيمة المخ عند الرجال والنساء. نعم. وأيضا إلها علاقة أيضا بالتحكم بالعواطف، مثلا النساء أكثر قدرة على التحكم بعواطفهم والتعبير عن عواطفهم. صح. ذلك لا يعني أنه النساء عاطفيات أكثر. هاي إحدى الإشاعات اللي أنا برأيي يعني أنا هلأ فيها. سؤالي من اللي ختمت في حضرتك وهو القدرة على التعبير عن المشاعر وعن العواطف، وقد في مشاكل أحيانا بتصير ما بين الأزواج لأنه بتقول لك زوجي ما بيعبر يعني بتعبيرات لفظية، بالمقابل بتكوني مقتنعة أنه كل أفعاله إذا بدها تترجمها بتترجمها أنه هو مهتم، هو محب، هو معطاء، لكن مش قادر أنه يعبر. قدي هاي مهم نفهم الاختلاف هون، لأنه ممكن يصير خلافات جوهرية بسببها. هلا نرجع نفس النقطة، دائما يقال أن المرأة أكثر عاطفية من الرجل. المرأة ليست أكثر عاطفية من الرجل، هي أكثر قدرة على التعبير عن عواطفها من الرجل. وبدي بس أرجع شوي الناس لمرحلة مبكرة في التربية والتنشئة الاجتماعية. غالبا ما بيتم السماح للإناث بالتعبير عن مشاعرهم في عمر مبكر، والولد ما بصير تبكي انت زلمة. فالإناث والذكور بضلهم يبكوا بنفس الدرجة لعمر 18، بعدين الإناث بصير يبكوا 4 مرات أكثر من الذكور بعد عمر 18. فالأطفال الذكور مش إنه ما بيحس، الذكر هو بيحس، بيزعل، بيعصب، بيغضب، وهلأ بنحكي كيف الأنماط الاجتماعية، بيحزن، كيف الأنماط الاجتماعية في التعبير عن مشاعرنا. المرأة على العكس يسمح لها بالتعبير عن مشاعرها. نعم. وبس هاي إلها القضية إلها علاقة بالتنشئة الاجتماعية. نعم. أيضا إلها علاقة بما هو مقبول اجتماعيا. إحنا لا نقبل من المرأة التعبير عن شعور الغضب مثلا في مكان عام، صح، بينما الرجل بيستسهل الموضوع، بتدق طوشة، بصير في مشكلة، بتلاقي الرجال بيعبروا عن الغضب لكنهم ما بيعبروا عن الحزن، لأنه هاي ضمن معايير الاجتماعية المقبولة لما هي الرجولة. صح. أو ما هي الأنوثة. صح. فهي القضية ليست قضية فقط فيزيولوجية، في جانب فيزيولوجي عقلي جيني مرتبط بتركيب كل من الرجل والمرأة، لكن الجانب الأساسي التنشئة الاجتماعية وأنماط التربية. صح. أثناء الطفولة. قد ايه متعب وقد ايه مجهد، يعني أنا مثلا عن جد زي ما تفضلت حضرتك الرجال غير مقبول اجتماعيا إنهم يعبروا عن حزنهم، مرات بيكون الواحد عم بفقد أغلى إنسان عنده، بده يضل متماسك وقوي وما إشي ينتقص من رجولته، ومثلا ما يبكي على فقدان عزيز. يعني بالفعل هذا كمان يعني شوفي، هو بالأخير بالأخير الكل بيعبر عن الضغط اللي بمر فيه وعن مشاعره، لكن طرق التعبير تختلف. نعم. وأحيانا بالاضطرابات أو بالأمراض النفسية أيضا التعبير عن الضغوط اللي بتصيبنا تختلف. مثلا الرجال ميالين للإدمان على الكحول، ميالين للأنماط العدوانية. نعم. مثل أنتي سوشيال بيهيفير اللي هو السلوك ضد الاجتماعي. يعني بتشوفي كتير شباب بيستسهلوا أنه يقطع إشارة، بس من الصعوبة أنك تشوفي بنت تستسهل أنها تقطع إشارة. صح. فطرق تعبير الرجال عن مشاعرهم قد تكون خارجية ضمن البيئة، فبالتالي فيها تنفيس. المرأة هاي المشاعر بتعبر عنها بأنها بتكبتها. نعم. فبيطلع عنا الاكتئاب والقلق وأيضا أنماط ثانية من الاضطرابات النفسية الموجهة نحو الذات. نعم. هون طريقتين مختلفات في التعبير، عشان هيك بيجوز كأخصائيين نفسيين دائما بننصح الناس أنه نعمل اكتيفيتي في البيئة المحيطة، عشان هيك الرجال أقل اكتئابا من النساء. في مجتمعاتنا لسه النسبة بتزيد. نعم. لأنه يسمح المجتمع للرجل بالتعبير عن هاي المشاعر بطريقة عدوانية لا يسمح للمرأة. نعم. على سيرة القلق والضغط والضغوطات، وإحنا بنعرف قد إيه يعني حاليا عصرنا ضاغط وكل واحد اللي فيه مكفيه مثل ما بيقولوا، لكن أيضا في اختلاف كتير كبير في التعامل مع الضغوطات، وتحديدا لما بمر الإنسان الرجل أو المرأة بمشكلة. يعني أنا من مشاهداتي ومن اللي بسمعه، الرجل لما بيصير عنده مشكلة أو بينضغط بفضل انه يتوحد او يسكت او ما يشارك مرته تحديدا، بالمقابل الزوجة اذا صار عندها مشكلة بدها تفضفض، بدها تحكي. وهون مرات بصير هالتاتش، يعني هالصدام. هلا هم دائما بيوصفوا انه، خلينا نرجع لاول ما نشأ الانسان في المجتمعات الصيد، المرأة كانت غالبا ما تبقى في البيت وبتكون بتمارس دور التربية الاجتماعية، الرجل يخرج إلى الصيد ويواجه مخاطر الحياة الخارجية، فبالتالي الرجل ردود فعله إما fight or flight، يعني إما المهاجمة أو الهرب. لذلك كثير منشوف الرجال لما بنحطه في موقف ضاغط إما بيهربوا أو بيهاجموا، بتحول للسلوك العدواني. نعم. على عكس المرأة نتيجة وجودها في بيئة مغلقة واحتاجت إنه تبني هذا المجتمع الكوميونيتي مع النساء، أصبحت أكثر قدرة للتوجه الاجتماعي.
نعم. فالنساء لما بنضغطوا بروحوا باتجاه انهم يحكوا مع حدا، انهم يفضفضوا، انهم يعبروا عن مشاعرهم. نعم. الرجال على العكس من ذلك بيتجهوا لاساليب خلينا نحكي شوي عدواني. لذلك النساء يا عدواني يا صم تماما، حتى يا عدواني او هروب، وهو الصم شكل من اشكال الهروب، انه هو ما بده يواجه الموقف الضاغط فبفضل انه يسكت. نعم. بنفس الوقت اذا بتلاحظي كثير من السيدات قدرتهم على التعبير هي بتعطينا مؤشرات انه النساء اكثر قدرة على احتمال الضغوط من الرجال، وهي ايضا ناتجة عن عن وظيفة بيولوجية. المرأة بتحتاج انها تحمل، بتحتاج الولادة، فبالتالي قدرتها طبيعة التكوين الجسمي بتيح لها القدرة على تحمل الضغوط اكثر. نعم. هلا لما بتزيد الضغوط كيف بتظهر؟ بنرجع نحكي الرجل بيعبر عنها بطريقة خارجية، المرأة بتعبر عنها بطريقة لما داخلية. لما الرجل تحديدا مثلا يتوحد او يقرر يهرب، وحتى هو ما بيشارك مثلا مرته اذا عنده مشاكل يعني بالشغل او غيرها، والست هون او الزوجة بتصر انها تعرف، هون بالفعل بيصير في عنا صدام. ايش بتحكي للزهريات يعني للنساء كيف يتعاملوا مع رجالهم لما بدخلوا بهالقوقعة؟ هون فعليا بصير الرجال من المريخ والنساء من الزهر، لانه انماط التعامل مع الضغوط مختلفة عند الرجل والمرأة، وأنماط التعبير عن العواطف مختلفة. لذلك النصيحة للسيدات أنه تعطي الرجل هاي المساحة البسيطة في الهروب، وبعدين ممكن هو يرجع يحكي عن الموضوع. وأيضا الرجل يقدر أنه في مساحة وسطى يجب الوصول لإلها. يعني مش كل الأشياء أنت بتحلها بأنك تهرب من مواجهتها، مش طبعاً. كل الأشياء بنحلها بأنه نكبتها أو طبعاً. نتكتم عليها طبعاً. لأنه هذا بيأثر أيضا على صحتنا النفسية على المدى الطويل. نقطة هيك كمان أخيرة بالاختلافات نحكي عنها، اللي هي بثقافة الاعتذار. يعني بنشعر أحيانا الرجل حتى لو بينه وبين حاله مدرك أنه أخطأ، لكن يعني يتفنن في خلق الأعذار وما بيعتذر للشريكة، يعني خوفا بفكر انتقاص من قد يكون من رجولته، او يعني ما برضى يساوم او يقدم تنازلات مثل الزوجة. هل هذا كمان اختلاف انت بتشعر ولا له علاقة بالتنشئة؟ هو له علاقة انه انماط، يعني انماط اجتماعية في تنشئتنا. الرجل دائما بتعود انه يكون عنيد، انه يكون عند رأيه، انه يرتبط رأيه برجولته، وهي يعني مشكلة يجب بعتقد كثير من الرجال انه يعيدوا النظر فيها. لكن المرأة زي ما حكينا، المرأة أكثر قدرة على التعبير عن مشاعرها. الرجل ممكن يكون عم بحس بالندم أو يكون عم بحس بأنه هو أخطأ، لكن طريقته في التعبير على الاعتذار تختلف. الرجال بميلوا للتعبيرات الخارجية، مثل أنه يجيب هدية. مثلا الرجل بيحكي لك أنه خلص ما أنا غيرت سلوكي، ليش في داعي أني أعتذر؟ أو كثير رجال بيقول لك طب ما أنا عبرت عن مشاعري مرة، ليش في داعي أظلني أعبر عن مشاعري كل مزبوط. يوم أو بشكل متواصل ومستمر. هاي بترجع لأنماط في الاتصال مختلفة بين الرجال والنساء. لكن نرجع نحكي أن الأشياء المشتركة في القدرات وفي التعبيرات عند الرجل والمرأة أكبر من الاختلافات. صح. فلذلك نرجع نحكي الرجل والمرأة من كوكب الأرض مش من المريخ. مزبوط مزبوط. هيك يعني بنهاية الحوار حابة من خلال حضرتك نحكي لكل الرجال والنساء قدي مهم يدركوا هالاختلافات وما تتحول لخلافات، لأنه الخلافات يمكن أبسطها عدم التواصل وصولا للطلاق العاطفي والطلاق يعني الطلاق مفهومه كمان مثل ما احنا بنعرفه. ايش بتوجه اليوم؟ شوفي انا النصيحة الوحيدة اللي دائما بحكيها للناس التواصل. يعني زي ما انه احنا بنروح ندرس في الجامعة، احنا ايضا بحاجة نقعد ونتواصل. وهي مش بس نصيحة بين الازواج والزوجات، هاي ايضا في التربية والتعامل مع الاطفال. صح. ما بيكفي الاشياء نحكيها مرة، بجوز نحتاج نتواصل فيها مرة ومرتين وثلاث وعشرين. نعم. وطريقة التواصل انه نسمع بشكل جيد، نتيح للشريك انه يحكي. كمان هاي نصيحة مهمة للسيدات، انه انا ما اترك كل الوقت بس عم بتحدث 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 وعم بواجه الرجل بالحديث والرجل يكتفي بالصمت. زي ما تحكي هي بتستخدم اقوى سلاح عندها اللي هي قدرتها على التعبير عن نفسها، والرجل يستخدم اقوى سلاح بالهروب. نعم. فاحنا بنحكي التواصل من منطقة متوسطة بين الرجل والمرأة. نعم. لازم يتواصلوا في هاي المنطقة، والتواصل بده جهد بده وقت. صح. ما في تواصل بيجي بطريقة عفوية. نعم. يعني احنا بنتعلم نتواصل مع الآخرين، زي ما انه بنتعلم نحكي، زي ما انه بنتعلم نكتب مهارة. اجمل شيء يعني يمكن هيك قرأته عن العلاقات انها مثل الحديقة او مثل الزهور، يعني بحاجة بالفعل انه نسقيها ونطورها حتى انها تنمو وهيك تزهر. طبعا بدك تسقيها وتطوريها وتشيل الاعشاب الضارة ايضا اللي هي الافكار. نعم. السلبية
نعم. اللي بتدخل في العلاقات، والتواصل الإيجابي دائما مطلوب وصحيح. شكرا جزيلا على كل هالرسائل الإيجابية. إن شاء الله بنوعد المشاهدين نكمل من خلال حضرتك يعني هيك التطرق للعديد من الأمور اللي بتهم كل الأزواج وكل الرجال والنساء. أهلا وسهلا فيك الأستاذ باسل حمد، وحضرتك أخصائي الإرشاد النفسي.